بسم الله الرحمن الرحيم. وينك يا هودا؟ رح يبرد السمك. أبي جوز ست الحسن ما بتحب السمك المقلي. والله طيبين كتير، مو هيك يا مو؟ ايه تقبرني، يسلموا ايديك. ايه ضروري تعملوا أكلة سمك، شلون بدي طعميهم لسليم وهدية هلا؟ معلش اختي، تركيهم هن بياكلوا لحالهم. لا يو، شو ياكلوا لحالهم هلا بحسكوا؟ انتي امي فصصي لهم اللقمة منيح وطعميهم اياها. عمري ما شبعت من أكلة السمك. قولي الحمد لله لك بنتي، في ناس مو شبعانين اللقمة. ألف الحمد لله يا مو. خذ سليم. يا مو فيها حسك؟ يو، معقولة طعميك شي فيه حسك؟ شو يا مو، ما بدك تحطي لي؟ طولي بالك علي شوي انتي التانية. شو بكي هدى؟ فيكي شيلك بنتي؟ ليكني اجيت مرت عمي. ايه برد السمك مرت اخي. تعالي تعالي قديم شقيتي تعالي. خدي يا مو. ابن عمي، حسبت حساب دلال بشوية سمك؟ معقول؟ طبعا حسبت حسابها. هلا بس نخلص غدا منروح لعندها. الله يرضى عليك يا هدى، شو انك طيبة وحنونة. يا مو، لك مو على اساس لطفية تجي تتغدى سمك؟ اخذت اذني يا مو، قال بعد طلعتها من بيت عمي ابو خاطر بدها تروح لعند امها، بدها تاكل هنيك. مسكي يا دود، مسكي هاللقمه من ايدي. شبها هدى؟ والله علمي علمك يا مو،